get out of the hat. I'll sit a silk. ده بقى لك ساعة جوه واحد. تعال هو ضحك علينا. اه صح؟ تعال هو ده بقى له. ثواني بس ثواني. بص يلا رجالة ما ينفعش تاخدنا احنا نسيتنا. احد المتوفى والاسم مش موجود، فنقدر نقول ان المقبره النص الثاني من الاسره 18، لكن صاحب المقبره ما تمش العثور على اسمه او لقبه. هنا بصينا نلاقي مواد القرابين، مواد القرابين دي حاجه جميله جدا. نبص برضه ممكن يكون ده هو ده على اسم الزيوت العطريه. هنا بالهيروغليفي بيقول لنا نسان اف يعني اخوه مسكين لوتس بيقدموا قرابين قدام المفروض المفترض انه صاحب المقبره. ممكن كله هيدخل الله كله هيدخل بس بعد بكره وانا جاهز والله حبيب قلبي كله هيدخل الله. باينه